السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: مأساة الموصل، استمرار البحث عن الجثث تحت أنقاض المنازل وحملة ذاتية جديدة تظهر في المدينة. في العنوان الثاني: أهالي الناصرية يتظاهرون ضد الفساد وغياب مفردات البطاقة التموينية في عموم محافظات العراق. وفي العنوان الثالث لدينا: شقيق النائب موفق الربيعي راقص محترف في ملاهي لندن بعد أن سرق أموال العراقيين الذين يأكلون من المزابل. ولدينا أيضا في العنوان الرابع: استهتار القوات الحكومية في العراق بحياة المواطنين يدفع دورية للقيام بحادث سير مروع. في أولى أخبارنا، موضوع الموصل، قضية الدمار الذي حل بهذه المدينة جراء العمليات العسكرية، ويعني مصطلحات كثيرة خرجت، منها ما تدعوه الحكومة بالتحرير ومنه ما يدعوه المواطنون أو يسمونه التدمير. صورة نعرضها لحضراتكم الآن تظهر المعاناة الحقيقية للمدنيين جراء القصف الذي استمر عليهم لمدة 9 أشهر. فنشاهد هذه الصورة، صورة لفتاة صغيرة دهست تحت هذه السيارة، الجثة استمرت على حالها فترة طويلة جدا، نرى جثة شخص آخر أيضا في هذه الصورة. يعني مشهد مؤلم للغاية حقيقة أن يظهر في هذا البلد في العراق. لا يوجد تدخل حكومي من أجل إخراج هذه الجثة وانتشالها ودفنها بالشكل اللائق. هذا الذي دعا، هذا الموضوع طبعا الذي دعا مجموعة من المدنيين، أهالي المناطق، أهالي مدينة الموصل، بالقيام بحملة بجهود ذاتية بحتة في مدينة الموصل من أجل رفع الأنقاض وانتشال الجثث بعد أن فقد الأمل بسلطة بغداد للقيام بواجبها. فلنشاهد. تقريبا رفعنا 75 دمبه، والله مستمرين الشباب من الفرق التطوعيه ومن شباب المنطقه. اول فريق الصراحه بادر هو فريق مثابرون، شباب الامل ومع النهد بالمستقبل، والحمد لله اليوم اتوقع يعني اكو اكثر من فريق لنا الغد، واكو كثير فرق قالوا نحن راح نجي ان شاء الله ونستمر معاكم. هذا الموضوع يثبت ان العراقيين لا يحتاجون الى هذه السلطه الموجوده في العراق. بجهودهم الذاتية فقط استطاعوا أن يقوموا بهذه الأعمال، ويستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير فقط لو أتيحت لهم الفرصة وتركوا بحرية وحصلوا على قليل من الأمان، يستطيعون طبعا القيام بإنجازات كثيرة. في موضوع مختلف، أهالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار نظموا مظاهرة ووقفة احتجاجية ضد الفساد وغياب الحصة التموينية لفترات طويلة. فلنشاهد. وصلت للخبز يا رئيس الوزراء، هل تعلم ان الخبز مفقود في ذي قار؟ يا رئيس الوزراء هل تعلم؟ عام 1985 وكيف مفقود؟ هل الحكومة من الأفضل أن تستحيل وزيرك الكهرباء أنكم لا تستحيلون؟
أنتم لا تصلحون لقيادة حظيرة وليس قيادة دولة، هذا هو رد المواطن العراقي نتيجة تكرار الأزمات طبعا وكثرتها بالفترة الأخيرة. زاوية أخرى من الوقفة الاحتجاجية نراها مع حضراتكم الآن. الطحين ماكو والشعب جوعان. الطحين ماكو والشعب جوعان. شكرا بابون الحرامية. الطحين ماكو والشعب جوعان. شكرا لك بابون الحرامية. جينا اليوم باسم حامي الجار، جينا 100%. جينا باسم حامي الجار. يخلصنا من الحرامية. في الخبر الثالث طبعا سيكون لدينا مجموعة من المقاطع نعرضه في هذا الخبر. تم تداول مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه في المقطع طبعا الشقيق النائب موفق الرباعي ويدعى عبد الأمير باقر الرباعي وهو يرقص في إحدى الملاهي الليلية في إحدى البلدان بحسب طبعا ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. فلنشاهد. كان عامر هدمه اي حل البيت ظل البيت المطير. نعتذر طبعا عن عرض هكذا صورة ولكنها واقع ويجب أن يعرض. موفق الربيعي يبرر السرقة طبعا للتوضيح شقيق النائب موفق الربيعي قام باختلاس مبلغ يقدر ب 20 مليار دينار عراقي حكم عليه بمدة 15 عاما بحكم أنه يحمل الجواز البريطاني خرج وذهب إلى بريطانيا بدون أي مشاكل وصنفته صحيفة التايمز البريطانية بأنه يمتلك 250 مليون جنيه استرليني في بريطانيا موزعة على شكل عقارات في بريطانيا وفي البرتغال. موفق الربيعي يبرر السرقة لشقيقه ويشبه الخطأ بأخطاء أبناء الأنبياء عليهم السلام في تكرار لمشهد تبرير محافظ النجف لتجارة ابنه بالمخدرات. فلنشاهد. شوف هاي المسائل مال يعني القرابه، يعني ابن نوح يقول له الله عز وجل انه ليس من اهلك، زين، انه عمل صالح انه ليس من اهلك، زين. هاي مساله. المساله الثانيه اللي يعني هذه ما صار انا من يعني قد ما كثيره هالشيء، طبعا مو هذا الرقم، هذا الرقم يعني مضخم. نعم. ما ادري يمكن يعني يمكن 20 مليون دينار او اقل او اكثر حقيقه، ما اتذكر. زين. من اثيره هاي القضيه وانا مستشار الامن القومي عملت اللجنه برأت اللجنه المشتريات، هي مشتريات ثلاث سيارات، هي الحقيقه ثلاث سيارات مصفحه. ومن هو انت ما قلت لي هو يقرب لك لو ما يقرب لك؟ اي لا شقيقي، بس انا ما عينته. وكان موجود يعني. نعم نعم نعم. الجماعه ضخموا المبلغ هو 20 مليون دينار. طبعا في العراق لا يوجد شخص بمنصب او يعني لديه من المقربين او الاقرباء من مناصب عليا يمكن له ان يسرق فقط 20 مليون دينار اللي هي ما تتجاوز ال 30 الف دولار. الموضوع هذا الجزء الأول منه. الجزء الثاني هو قضية التشبيه المتكرر أو التبرير المتكرر لأي مسؤول يرى أحد أقربائه إن كان ابن أو شقيق يقوم بعملية سرقة ويفضح أو فساد أو تجارة مخدرات أو غيرها. ونرى التبرير للأسف الشديد التبرير السفيه أن نراه بهذا الشكل، يشبهون أنفسهم بالأنبياء وأبنائهم أو أقربائهم بأبناء الأنبياء أو كذا. ورأينا هذا المشهد تكرر مع أو كان قد سبق هذا الحادث بابن محافظ النجف الذي برر المحافظ بأنه حتى أبناء الأنبياء أخطأوا، حتى الأنبياء عليهم السلام أخطأوا، وبالتالي يجب أن يبرر خطأ ولدي أو خطأ شقيق موفق الربيعي. نعرض لحضراتكم الآن هذا المقطع الذي يؤكد أن ما يحدث في العراق الآن من موفق الربيعي وشقيقه وكثير من النواب والسياسيين المتهمين بالسرقة والفساد والرشة والاختلاس ينعكس ما يفعلونه على واقع المواطن العراقي. حال العراقيين في زمن الفساد وهم يحملون جنسية بلد من أغنى بلدان العالم. فلنشاهد.
هذه الصورة مشاهدينا الكرام لأحد المواطنين العراقيين الذي يأكل في المزابل. في الزمن الذي يخرج فيه موفق الربيعي أو يخرج فيه نائب آخر أو شخصية سياسية موجودة الآن في العراق، تبرر السرقات وتبرر الفساد الموجود. نرى العراقيين هذا هو حالهم، تنعكس سرقات السياسي المعمم المرجع أو غيرها من التي نراها يوميا في العراق، تنعكس على الواقع المعيشي بالنسبة للمواطن العراقي. فنراه يعتاش على المزابل، نرى أسواق البالة، نرى البطالة، نرى الفقر، مستويات الفقر، نرى انقطاع الحصة التموينية وغيرها من هذه الأمور. وسنعرض لحضراتكم في هذه الحلقة كثير من المشاهد المؤلمة الأخرى في العراق، ولكنها واقع حال يجب أن يعرض ويكشف. حال المواطن العراقي وهو يجلس على النفط، ملايين من حقول النفط المنتشرة في العراق، وهذا هو حاله كما تلاحظون، يعتاش على المزابل في عيشته وفي أكله وفي شربه. مع الأسف الشديد في الخبر الرابع موضوع طبعا التجاوزات واستغلال السلطة وغيرها. سيارة حكومية تقوم بدهس مجموعة من السيارات لتستقر على إحداها في بغداد وسط غياب للشعور بالمسؤولية تجاه أرواح المدنيين. فلنشاهد. يا ستار يا حمد، يا والله يا با هذا شلون حادث 14 رمضان سيارة مال الدولة قاعدة على اكسنت يا بي. شوف 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 اخوكم تشمبس العبيدي. نعرض لحضراتكم الآن مشاهدينا الكرام في فقرة أراكم حال العراقيين في زمن الفساد والإهمال الصحي، نراهم بهذا الشكل. السلام عليكم. أمام أنظار معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، هذا إنسان خطير كان بالمستشفى وأهله تاركينه، وللأسف يعني ماكو أي عناية وماكو أي رحمة إنسانية، والآن متروك باب المستشفى وحالته الصحية جدا مدهورة، بدون أكل وبدون طعام ثلاثة أيام. ويعني حاولنا نستفسر منه تفاصيل ما قدرنا، الدور كان يزحف ووصل لهذا المكان. السلام عليكم حجي. السلام عليكم عمي. شوف الصور الكانونة. السلام عليكم عمي. لاحظ الفعيدة ما يقدر يتكلم، للأسف راحت إنسانية، كان داخل بالمستشفى يعني شامري ما أعرف قبل كم يوم، وأهله تاركيني ولله المشتكى. أمام أنظار معالي الوزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن شاء الله يتخذ إجراء أقرب وقت. ما شاهد المقطع، هل انتبه أن الرجل شيعي سني كردي مسيحي؟ لا أحد يستطيع أن يعلم ولا يجزم، ولكن ما نشاهده في هذا المقطع هو عراقي، عراقي جارت عليه هذه السلطة وجارت عليه هذه الحكومات المتعاقبة ليصل به الحال إلى هذا المستوى. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. أحد المعلقين يقول أو تقول: ماتت الإنسانية مات الضمير، لأن في بلدي كثر السراق كثر الفساد فتنتهي الإنسانية والوجدانية. بالطبع. في تعليق آخر، محمد يقول: هذا مصير العراقي والعراقيين بيد الحكومة الفاسدة.
هذا مصير أي مواطن في ظل حكومة فاسدة. في تعليق آخر، صباح يقول: انتهت الإنسانية في العراق، وماذا تفعل الوزيرة المشغولة بالفساد؟ ما الذي تفعله الوزيرة التي سحبت كثير من الأجهزة وتركت أطفال يموتون من المستشفيات؟ في تعليق عباس يقول: انتخبوهم ما وصيكم، وصفقوا لهم وهوسوا لهم. للأسف الشديد بعد كل هذه المعاناة ونرى من يريد أن ينتخب هؤلاء. وإحدى المعلقات تقول، أو المعلقين يقول: لعدوين بنت الحشد الإيراني، حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر التعليقات، جليل يقول: تدرون العراق صنف أول دولة بالفقر والمجاعة في العالم في ظل حكومة المرجعية. تصنيفات كثيرة دخل بها العراق، منها أفسد دولة، أقدر دولة، أكثر دولة فيها مشاكل، فيها سرقات، فيها إجرام، دولة منعدم فيها الأمان. كثير من المؤشرات قاست العراق وقيمته على كثير من اللوائح، وأدرج دائما في جدول، في آخر الجدول، في آخر الترتيب، لأنه لا يوجد فيه أي مقومات للحياة البشرية. للأسف الشديد هذا هو العراق الذي وعد به المغفلون من قبل الاحتلال الأمريكي ومن قبل هذه الحكومات. نراكم بعد قليل. في فقرة هاشتاج موضوعنا اليوم موضوع سوري، وهي قضية مدينة إدلب في سوريا. هذه المدينة التي تباد الآن تتعرض لقصف مستمر حكومي سوري وكذلك روسي على هذه المدينة. فنشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. الوسم بعنوان إدلب تباد، العميد ركن أحمد رحال يقول: سوريا تعيش عصر النازية بمجرمها الأسد والنازي بوتين، ماذا أبقيتم لهتلر؟ ما الذي أبقيتموه لهتلر فعلا بعد هذه المجازر التي ارتكبتموها؟ في تغريدة أخرى ديمة تقول: انتهاك جائر للقرارات، أو جاهر للقرارات الأممية والمواثيق الدولية وكافة حقوق الإنسان وأبسط القيم الإنسانية يحصل في سوريا منذ البداية، منذ بداية الثورة، واليوم بالأخص في إدلب والغوطة الشرقية. في تغريدة أخرى أيضا لدينا محمد الحريري يقول: بشار يفعل في السوريين كما فعل فرعون بقوم موسى، فكلاهما ذبح الأطفال خوفا من يهز أحدهما عرشه، لكن الله على كل شيء قدير ونعم بالله. وفي آخر التغريدات لدينا بهذا الموضوع عمر عبد اللطيف يقول: إيران تتحدث عن السيادة السورية وتطالب تركيا بوقف عملياتها في سوريا، لماذا لا تنسحب إيران من المدن التي احتلتها إذن وتكف عن تدمير المدن السورية الأخرى؟ إيران قضية يعني تكتفي فقط بهذه التصريحات، تحاول أن تضغط على تركيا أو على أي مكان أو على أي دولة تتعارض مصالحها مع المصالح الإيرانية. إيران لديها مشروع توسعي ومشروع تدميري في المنطقة. نراكم بعد قليل. في فقرة بعد الهاشتاج لدينا مواضيع نعرضها لحضراتكم. أول مقطع لدينا أحمد جرار مقاوم فلسطيني جعل رأس النظام الصهيوني يطالب برأسه، فلنتعرف على القصة.
مصر فدا كل الشباب المطاردين الله يرضى عليهم. وفي الموضوع الثاني دعونا نتعرف الآن على أكثر الدول بيعا للسلاح وأكثرها شراء فلنشاهد. وأخيرا دعونا نشاهد جانبا من العواصف الثلجية التي تضرب روسيا باستمرار فلنشاهد. في الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.